آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد. أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. الشاهد إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم. قالت الأرض يا ربي زلني أن أختف بابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت السماء يا ربي زلني أن أسقط كسفا على ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا ربي زلني أن أغرق ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت الجبال يا ربي زلني أن أسقط على مين؟ ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، حياكم الله في الحلقة الثالثة، مدرسة أخرى من مدرسة المشاغبين الذين يشاغبون على الناس دينهم، وهم هؤلاء القصاص. كثروا في هذا الزمان لا كثرهم الله، همهم جمع الناس حولهم، يقولون ويهرفون بما لا يعرفون. وهذا الذي ذكره النابلسي ليس حديث موضوع فحسب، بل لا وجود له، يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الإسرائيليات. وهذا الرجل الشعراوي ومن على شاكلتي على نفس المنوال، همهم إرضاء الناس. هؤلاء حطاب ليل، وحاطب الليل يجمع في الليل الحطب، لأنه ليل يجمع معه الحية والعقارب والنجاسات، لأنه حاطب ليل. حذاري من هؤلاء القصاص، وكان السلف يحذرون منهم. لو نظرنا إلى سيرة هؤلاء أو ما يفعلونه من خلال دعوتهم، لا يوجد لهم درس واحد أو كتاب واحد يشرحون فيه العقيدة الصحيحة للناس. ائتوني بكتاب واحد شرحه هؤلاء القصاص، وسوف أذكر نماذج منهم بيّنوا التوحيد والعقيدة الصحيحة للناس. التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلقنا نحن قبل ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الرسل جاءوا لدعوة الناس إلى التوحيد الخالص، أما هؤلاء فلا علاقة لهم بالتوحيد، فقط إسرائيليات وكذب وافتراء وقصص مكذوبة وأحاديث موضوعة وباطلة. وسوف أنقل لكم ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقول عنه ما لم يقله. كثروا في هذا الزمان لا كثرهم الله. محمد راتب النابلسي الذي أصلا هذا يمدح أقوال الملحد الكافر الحلاج، يؤول له كفره وإلحاده وزندقته، وكذلك الشعراوي الأشعري وفتح الصافي الحكواتي، ومحمد حسين يعقوب القصاص، طارق السويدان عدو المنهج السلفي، عمر خالد الجاهل، وعمر عبد الكافي القصاص، وغيرهم كثير. هؤلاء الأصناف ومن على شكلتهم لو جلستم في دروسهم 50 سنة لا تتعلم من دين محمد صلى الله عليه وسلم ما ينفعكم يوم القيامة إلا ما رحم ربي. هؤلاء يدمرون الدين. قد تسألون وتتعجبون، تقول كيف هؤلاء القصاص يذكروننا بالدين ويذكروننا بالعذاب القبر ويقربوننا إلى الله بالقصص هذه، فلماذا تنكر عليهم وهم يفعلون الخير؟ أقول، يقول المولى عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. والحكمة هي السنة، وقال سبحانه وتعالى عن قصص الوحي في القرآن: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل
ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن في قصص الوحي اليقيني ما يغني الداعي إلى الله سبحانه وتعالى عن قصص الفكر الظني، الأكاذيب والخرافات والباطل. هذا أمر. والأمر الآخر، استطاع هؤلاء القصاص أن يؤثروا على العامة تأثيرا سيئا، ويتمثل هذا التأثير في أن حقيقة الإسلام قد شوهت في أذهانهم بسبب ما يسمعون من أولئك القصاص، فاعتقدوا البدعة سنة والسنة بدعة، وأصبحت الأكاذيب عندهم ممزوجة بنصوص الدين الثابتة، وشاعت بين العامة بسبب القصاص الأحاديث الموضوعة والضعيفة، بل والتي لا أصل لها. لذلك فإن العوام ودعاة الابتداع كانوا ابتداء معارضين لكل مصلح صادق من الدعاة والعلماء، فقد تولى مهمة الوعظ قصاص أكثرهم لا يخافون الله ولا يهمهم سوى أن يبكي الناس في مجالسهم وأن يتواجدوا وأن يعجبوا بما يقولون، فكانوا يضعون القصص المكذوبة وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديث قدسية. ومن عجيب أمر هؤلاء القصاص جرأتهم على الكذب ووقاحتهم فيه. واسمع لهذه القصة عجيبة اللي حصل في زمن الإمام أحمد من أحد القصاص، وهو دليل على جرأتهم على الكذب ووقاحتهم. فقد صلى الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة ببغداد، فقام بين أيديهم قاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث واستمر يذكر فيه نحو من 20 ورقة. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى ويحيى ينظر إلى أحمد، فقال: أنت حدثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت بهذا إلا الساعة. فلما انتهى أشار له يحيى، فجاء فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لابد والكذب فعلى غيرنا. فقال له: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم. قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققته إلا الساعة. فقال له يحيى بن معين: كيف علمت أني أحمق؟ قال: كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، قد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. هم هؤلاء مدرسة القصص. وأزيدكم علما أنه لو استعرضنا الأحاديث الشائعة بين عامة الناس نجد أن معظم الأحاديث الباطلة إنما سمعوها من هؤلاء القصص، ولذلك تراهم رغبة في قبول السامعين لهم يسارعون في ابتغاء مرضات العامة القصص طبعا، وسرورهم أكثر من حرصهم على تقويمهم وعلى تعليمهم، حتى أضحى القاص كالمغني الذي لا هم له إلا إطراب السامعين. ومن أكبر جرائمهم هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الأحاديث الضعيفة والموضوع. يقول الإمام الدارقطني في مقدمة كتابه الضعفاء والمتروكين: توعد صلى الله عليه وسلم بالنار من كذب عليه بعد أمره بالتبليغ عنه، ففي ذلك دليل على أنه إنما أمر أن يبلغ عنه الصحيح دون السقيم والحق دون الباطل، لا أن يبلغ عنه جميع ما روى، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فمن حدث بجميع ما سمع من الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يميز صحيحها وسقيمها وحقها من باطلها، باء بالإثم وخيف عليه أن يدخل في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ومنهم في قوله صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فظاهر هذا الخبر دال على أن كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو شاك فيه، شاك فيه صحيح أو غير صحيح، يعني ممكن أن يروي حديث صحيح لكن هو ما يعرف أن هذا حديث صحيح، يكون كأحد الكذابين، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب، ولم يقل وهو يستيقن أنه كذب، ما مستيقن ما يعرف. إذن هؤلاء وإن رووا لنا أحاديث صحيحة وهم جهال بالأحاديث الصحيحة والسقيمة فهم آثمون، وما مات الدين إلا بسبب هؤلاء. أخرج الخطيب في الجامع عن أيوب أنه قال: ما أمات العلم إلا القصص، لأن الرجل لا يجلس إلى القاص برهة من دهره فلا يتعلق منه بشيء، وإن القصص لبدعة، حذاري من هؤلاء. الآن أنا أعرف أنه يأتي التعليقات: أنت كيف تتكلم على الإمام الشعراوي؟
أنت تعرف إيش عقيدة الإمام الشعراوي؟ ليس المحل أن أتحدث عن عقيدة الشعراوي الأشعري الصوفي، هو أشعري صوفي، شئتم ذلك أم أبيتم. اقرأوا، اكتبوا، ابحثوا عقيدة الشعراوي، وكذلك النابلسي، وكذلك فتح الصافي، وكذلك عمرو خالد، وغيرهم كثير. لو ذكرت الأسماء كلهم هؤلاء همهم جمع الناس حولهم، لا يهمهم أن يكون الحديث ضعيفا أو صحيحا، المهم أنهم يشار إليهم عند العوام بالبنان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبعض الناس يقول لا لا، هذا قديما كان موجود هؤلاء القصاص. لا لا أبدا، هؤلاء القصاص موجودين وللأسف بأسماء أخرى، قبل كانوا يخونون لهم القصاص، أما اليوم الداعية، الداعية عمر عبد الكافي، الداعية فتح الصافي، الداعية النابلسي أو الموجه أو المربي أو الأستاذ أو الكاتب أو المفكر وما إلى ذلك من الألقاب الرنانة. وأنا ذكرت هذا لأنني على يقين أن كثير من الناس لا يعرفون هؤلاء القوم على حقيقته، ويخلطون بين هؤلاء الجهال وبين الدعاة إلى الله الواعين الصادقين. وأزيد من البيت الشعر أيضا، لو حضر عالم معروف بعلمه وألقى محاضرة ما تجد عنده إلا 10-15، ولو حضر هؤلاء القصاصين في أي مكان ترى مئات آلاف من الناس يركضون وراءهم. الموازين مقلوبة وللأسف، فهم الناس للدين أصبح مقلوب. أنزل الله كل كتبه وأرسل كل رسله وشرع كل شرائع دينه موعظة لخلقه، قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ويقول المولى عز وجل عن رسوله عيسى وكتابه الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى عن خاتم رسله وكتابه القرآن واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، بعد ذكر أحكام الطلاق طبعا في هذه الآية في سورة البقرة. قال أكثر المفسرين الحكمة هي السنة، وقال بعضهم الحكمة الدين، وقال آخرون الحكمة الشرع والمعنى واحد. يا إخوة، ما في قصص الأنبياء الصحيحة في القرآن وما جاءت به السنة الصحيحة من القصص والمواعظ والله فيه الغنى والكفاية للجوء إلى الإسرائيليات وإلى الأكاذيب وإلى الأحاديث الموضوعة والباطلة، تكذبون فيه على نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكان الأمر بإفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك بالله في عبادته أول ما دعا إليه رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مواعظهم لأقوالهم استجابة لأمر الله تعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتناب ما نهى الله عنه مما هو دون الشرك، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فوالله لو عبدت الله 50 سنة بهذه القصص الخرافية وأنت لم توحد الله سبحانه وتعالى فلا ينفعك شيئا يوم القيامة. ولأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولأن الأهواء تتجارى بالعواطف، ولأن أكثر الناس لا يؤمنون ولا يشكرون ولا يعلمون ولا يفقهون، نجد أمتنا الإسلامية في ضلال وانحراف. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر هؤلاء القصاص، وأن يحفظ ديننا منهم ومن شرورهم ومن أكاذيبهم ومن خرافاتهم. نصيحتي لكم أن تبتعدوا عن هؤلاء وترجعوا إلى أهل العلم والفقه والفضل. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.